مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يوم الحقيقه النهارده بالنسبه لكل اعضاء الجمعيه العموميه يوم مهم جدا، لكن كل الامور دي الحقيقه انا معانا طبعا واحد من رموز وزاره الداخليه، نائب رئيس مجلس اداره شركه السد الوطنيه والمدير التنفيذي ايضا محمد بيه مرجان. يعني محمد بيه طبعا سعداء على طول بوجودك معانا، ومش جديده طبعا على كل اعضاء النادي الاهلي ان هي تكون متواجده، وحقيقه تكون متواجد. بتشوف اليوم ازاي وشايف الامر بالنسبه للنادي الاهلي ازاي في هذا التوقيت؟ لا انا اللي سعيد اللي انا معاكم. لا اليوم جميل جدا، يوم فعلا عائله النادي الاهلي، ده يوم الناس كلها بتستناه كل 4 سنين. الناس كلها زي ما انت شايف كده، يعني بتشوف بقى الناس اللي انت ما بتشوفهاش بقى لك فتره كبيره. طبعا الاداره التنفيذيه عامله جهد محترم مشكور جدا على التنظيم، تنظيم رائع، في سيوله، في مساحه كويسه عشان خاطر برضو كورونا. انا شايف ان الناس الحمد لله في وعي كويس جدا جدا. في الاخر خالص هرجع اقول الجمعيه العموميه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي عندهم من الوعي الكفايه اللي هم يحافظوا على ناديهم، اللي هم يحافظوا على استقرار النادي. وفي الاول وفي الاخر الجمعيه العموميه هي هتكرره، كل الناس هتبقى ملتزمه بيه ان شاء الله باذن الله، وهيبقى فيه 4 سنين جديده فيها انجازات وفيها بطولات اللي الجمهور دايما بيطالب بيها النادي الاهلي، واحنا دايما في دار النادي الاهلي في اي مكان. العلاقه الطيبه بين الجميع وبين كل المرشحين الحقيقه شايفينها من البدايه، الكل بيسلم على بعضه والكل عارف. التصويت في الصندوق ده امر بعيدا طبعا عن العلاقات الشخصيه محمد بيه. اكيد، ما هو ده اللي احنا دايما بنوصله للناس، وده ده احنا بنقوله. احنا عملنا مجهود جامد جدا، اشتغلنا، كابتن الخطيب اجتهد الفتره اللي فاتت بمنتهى القوه، حقق حلم كل اهلاوي متهيألي على المستوى الانشائي على المستوى الرياضي. انا مش شايف اللي فيه انتخابات السنه دي، يعني يمكن الجو ده كله انا بصراحه ما شايف. انا كنت في يوم من الايام كنت اتمنى ان انا ابقى قاعد ما يبقاش فيه دعايه انتخابيه واحده ونضرب مثل لكل الانديه، ولكن خلاص يعني الحمد لله اللي ربنا بيريده يكون، يمكن عشان الناس برضو تفرح وتتبسط. لكن انت بذلت مجهود جامد جدا جدا، ايا كان اللي في القائمه، اللي نزل مستقل خارج القائمه، كله بيحب النادي الاهلي، كله عايز يادي، كله عايز يخدم النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يوفق وربنا يعمل الخير دايما. وبامر الله، طول ما في جمهور النادي الاهلي في ظهره، طول ما في اعضاء جمعيه عموميه واعيه، طول ما في ناس مخلصه بتحب النادي الاهلي دون غرض، اكيد هيفضل النادي الاهلي في مكانته ان شاء الله. محمد بيه مرجان، رساله لكل عضو النادي الاهلي اللي عايز يحافظ على النادي الاهلي للمرحله القادمه، بخبرتك الكبيره محمد بتقول له ايه؟ دايما انت هو ده اليوم الوحيد اللي انت بتقدر تعبر فيه، وانت في الاخر بتوصل صوتك. اختار اللي انت يمثلك بشكل كويس، اختار اللي انت شايف اللي هو هيحقق لك طموحك بشكل كويس. طبعا احنا النهارده في الاول في الاخر دايما يا بتقول قائمه يا بتقول في الاخر خالص الصندوق هو اللي بيحدد رؤيته اللي هو شايفه. عشان تاني هرجع اقول تاني، السنه دي مفيش انتخابات، السنه دي كل الناس اللي نازله ولاد النادي الاهلي، يمكن هو الانتخاب على منصب امين صندوق، وربنا هيولي الاصلح، احنا متاكدين من ده ان شاء الله باذن الله، ربنا هيولي الاصلح باذن الله. ولكن في الاخر كابتن محمود الخطيب دون منافس 4 سنين ان شاء الله، قادر اللي هو يرجع تاني يحتوي كل الناس، قادر اللي هو يرجع تاني يلم كل الناس على ترابيزه واحده زي ما انا عشت معاه. هو طلع قال انا الوحيد اللي عارف، انا وهو، وانا عارف ومتاكد كويس قوي النهارده هيخلص، من بكره هو هيعمل ايه كويس وهيلم ازاي الناس تاني كويس، وننسى كل اللي فات عشان نبدا 4 سنين نقدر فيهم نعمل انجازات كويسه. الله يخليك ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد سياده العميد محمد مرجان طبعا، نائب رئيس مجلس اداره شركه السدات الوطنيه والمدير التنفيذي، وللحقيقه تصريحاته كانت مهمه جدا. يوم النهارده مميز ورائع جدا لكل عضو داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، حاله الدخول، السيوله في الدخول والخروج والتصويت، الامور دي كانت مهمه جدا. بنشيد اكيد بالاداره التنفيذيه بالكامل على هذا التنظيم والمميز، اللي بنامل ان شاء الله باذن الله مع وعي الاعضاء الكبير يستمر هذا التنظيم الرائع والمميز جدا حتى موعد غلق الصناديق اللي هيكون ان شاء الله في تمام الساعه 7:30. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وكل اعضاء الجمعيه العموميه بننقل لكم كل الاخبار لحظه بلحظه من مقر النادي الاهلي بالجزيره حتى موعد انتهاء الجمعيه العموميه. اتمنى كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره والمقر الانتخابي، ولقاء مهم مع سياده العميد محمد مرجان طرح عليه كل الامور، والحقيقه بان قد ايه سياده العميد محمد مرجان فخور بالجمعيه العموميه النهارده وعلى المشاركه، وطبعا اللقاء كان مهم في يوم زي ده.